أستاذ دكتور طلعت سيد علي الخطيب مستشار جامعة أسيوط لأمن وسلامة الغذاء وأستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها، ماذا تعني مشاركة حضرتك اليوم في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لسلامة الغذاء بجامعة مدينة السادات؟ تعني حاجة واحدة، إن دي المادة التخصصية بتاعتي، وبالتالي لابد المشاركة فيها ومساعدة زمايلنا وإخواتنا والطلاب المشاركة في قضية عامة تهم الشعب المصري كله، وهي قضية الغذاء وسلامته. يعني ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، وده اللي هقول فيه المحاضرة بتاعتي، اللي هو التحديات الحقيقية التي تواجه سلامة الغذاء في جمهورية مصر العربية، وهي تحديات كبيرة وخطيرة ومتشعبة، وتحتاج إلى ظهور جميع الأطباء البطريين والمسؤولين اللي يطلعوا غذاء صالح للاستهلاك الأدمي، لأن دي أدى إلى نسبة كبيرة جدا من الأمراض المنتشرة في المستهلك المصري. يعني أهم ملمح من هذه الملامح اللي هي التحديات اللي بتواجه المواطن وبتواجه الدولة المصرية والمنطقة بصفة عامة. التحديات اللي بتواجه المواطن إن عنده الغذاء غير آمن صحياً. يعني أنا بقول لك وأنا مسؤول عن الكلام بتاعي ده، لا يوجد في مصر غذاء آمن صحياً نتيجة للتصنيع ونتيجة للتربية، وده المحاضرة بتاعتي اللي هقولها النهاردة. يعني فهو لا يوجد غذاء صح، يعني لا يوجد غذاء يعني سليم صحياً، وبالتالي هناك تحديات رهيبة تواجه إنتاج وصناعة اللحوم الملائم صحياً للمستهلك المصري. فدي تحدي كبير لكل الناس المشتغلين فيه، العلميين وللمسؤولين المسؤولين عن سلامة الغذاء. الرسالة بقى هنا بتوجهها حضرتك لمين من خلال هذا المطلق العلمي؟ أوجهها لاثنين رؤساء جامعات مصريين بطريين. ده بالنسبة لنا مكسب كبير إن يكون في اثنين رؤساء جامعات بطريين. بوجهها طبعاً لوزارة الزراعة، بوجهها لوزارة الصحة، بوجهها لوزارة التجارة، كله ده مسؤول عن سلامة الغذاء في مصر. تمام حضرتك، يعني أربع جامعات يشاركوا في هذا المؤتمر، أعتقد إن دي ظاهرة كويسة. مش عايز كلام، وده المحاضرة بتاعتي، حاول تسجلها وتاخد منها اللي أنت عايزه. تمام يا فندم. أستاذ الدكتور طلعت سيد علي الخطيب، إحنا بنشكر حضرتك شكراً جزيلاً. العفو. شكراً.